السلام عليكم. النهاردة هنعمل لكم طريقة عمل حلويات سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبكم، وجميلة قوي بتقرمش في البق على الطريقة السورية، وغير مكلفة على الاطلاق، يعني حاجة بسيطة جدا. وتعملي حلويات لو عنده الضيوف وتقدر تقدمها لهم. معانا المقادير: كيلو من اللبن هنرفعه على النار لحد ما يقرب يطف يعني او يفور كده شوية، وبعد كده يكون عندنا ربع كوباية من الخل هننزلها عليه، هيبدأ يتكتل وهو ده المطلوب. هنبدأ نلم التكتلات دي كده بالشكل ده على جنب كلها، وبعد ما نلم التكتلات كده هتبقى يعني كورة كده من اللبن. هنبدأ نجيب بولة، وبعد ما نلم كل ده هنحطه في البولة بتاعتنا. لمناه كده على جنب كده هنطلعه في البولة بالشكل ده. يكون معانا علبة من القشطة، هنحط العلبة من القشطة حوالي 100 جرام او 120 جرام. هنبدأ نعجنها، وبعد ما نعجنها هنكون عاملين اي مكسرات هنقشرها، يعني لوز، عين جمل، بندق. وبدأنا نعمل الخليط مع بعضه، بدأنا نحضر الصينية بتاعتنا ومدهونة زبدة، معانا ورقة من الجلاش هنبدأ نقطعه بالشكل ده الجلاش، وبعد كده نعمله على طريقة زي طريقة المروحة كده. هنحط الخليط، هنبدأ نلف نلفها بالشكل ده. نرجع تاني نعملها لكم من الاول كده، هي سهلة جدا زي طريقة المروحة كده. ونحط الخليط ونبدأ نلمها من كل جنب، وطبقناه بالشكل ده نحطها في الصينية بتاعتنا. سهلة جدا وحلوة قوي، مبتاخدش وقت ومش مكلفة خالص، ونقدر نعملها في اي وقت لو جالنا ضيوف او حاجة. بعد كده هنحط الصينية بالشكل ده. بعد ما عملناها هيكون عندنا زبدة، هنبدأ ندهنها بالشكل ده. بعد ما ندهنها ونخلصها هنحضر الفرن على 150 درجة. ودخلناها جوه الفرن. هنعمل لكم الشربات، حوالي كوباية مية واتنين كوب من السكر. بعد ما طلعت بالشكل ده شكلها جميل وروعة، وبصراحة بتقرمش في البق وانت بتاكليها. ما ننتقلش الشربات قوي، وهنبدأ نسقيها بالشكل ده. بعد ما سقناها بقت بالشكل ده هنبدأ نزينها بأي حاجة عندنا. احنا حطينا عليها فستق، رشينا عليها فستق بالشكل ده. بصراحة تحفة، ياريت تجربوها ومش مكلفة خالص، وبالهنا والشفا. ما تنسوناش في اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.